تعد رياضة المشي مفيدة في كل الظروف، إلا أنها أكثر فائدة إذا تمت ممارستها على شاطئ البحر، ويعود ذلك إلى عوامل عدة أهمها الهواء الطلق، إضافة إلى أن الهواء على البحر يكون أقل تلوثا من الأماكن الأخرى. وهناك عوامل نفسية تساعد على زيادة الاستفادة من رياضة المشي على البحر، مثل الهدوء وزرقة البحر وصفاء السماء. تساعد هذه العوامل على المشي لمسافة بعيدة، ومن ثم تكون الفائدة كبيرة. وإضافة إلى أن المشي على الشاطئ أصبح نوعا مهما من العلاج للكثير من الأمراض النفسية، حيث يعمد الكثير من أطباء الأعصاب إلى الطلب من مرضاهم ممارسة المشي على الشاطئ في ساعات الصباح الأولى، حيث أثبت هذا العلاج فاعليته في تنشيط الخلايا الدماغية وتهدئة الأعصاب.